السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. سنتعرف اليوم إن شاء الله على نبتة الأوليفيرا. من لا يعرف هذه النبتة فلنتعرف عليها سوية إن شاء الله. طبعا نذكر إخواني المشاهدين في البداية، هناك العديد من أنواع هذه النبتة، منها عدة أنواع، وهذه إحدى الأنواع الموجودة سنتحدث عنها إن شاء الله. في البداية نتحدث بشكل عام عن نبات الأوليفيرا، وهو نبات عصاري معمر والمنتمي لعائلة الصباريات. ها هي نلاحظ أوراقه، ويصل طوله لأربع أقدام، وتنمو أوراقه الرمحية والقاسية والتي تشبه اللحمية ليصل طولها 36 سنتيمتر تقريبا. نلاحظ أوراقه، وتحتوي أجزاؤها الداخلية على هلام سميك، ويتم الاستفادة منه في علاج الحروق البسيطة، ويعيش ويتكاثر في المناطق الاستوائية مثل دول أمريكا اللاتينية كالولايات المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا. يمكن زراعة هذه النبتة في المنازل ذات المناخ الجاف والحار، وهذه النبتة معروفة لدى الجميع. يتم استخدامها حاليا في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والأدوية الطبية والعلاجية، حيث أنه يحتوي بكثير على الفيتامينات والمعادن والزيوت المضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات المسببة للالتهابات. طبعا إخواني يكون في داخل هذه الورقة جل الصبار الذي يستخدم للبشرة وعدة علاجات، وسنتحدث إن شاء الله في فيديو قادم بمشيئة الله، فيديو توضيحي عن النبتة الأصلية لهذه النبتة. طبعا كما ذكرنا هذه إحدى أنواع نبات الأوليفيرا. طبعا نشاهد هذه الزهرة، زهرة هذه النبتة، هناك العديد والكثير من الأنواع سنتحدث إن شاء الله في إحدى الفيديوهات عن النبتة الأصلية، ونشاهد الجل بداخلها بمشيئة الله إن شاء الله. إخواني أحبتي المشاهدين، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.